مساء الخير، أنا مصطفى محمود، هقدم بودكاست المتمرد، وهو بودكاست اجتماعي بيناقش مواضيع مثيرة وجدلية وصادمة. هنحاول من خلالها إن إحنا نغير ونصحح المفاهيم اللي كتير اتربينا عليها وكانت غلط، وجي الوقت إن إحنا نفكر فيها من جديد عشان خاطر إن إحنا نغير تلك المعتقدات. وفي البداية حابب إن أنا أتكلم فيها قبل ما أتمرد على الواقع اللي أنا عايشه وعلى أي معتقد أنا رفضه. لازم أتمرد على ذاتي، لازم أتمرد على نفسي، لازم أحاول إن أنا أقول إن أنا جدير بإن أنا أكون متغير متطور، وده بيبدأ من خلال التمرد الذاتي اللي مع نفسك. خلونا نروح لفاصل ونرجع وفي أولى حلقتنا النهاردة، وهو التمرد على الذات. رجعنا ليكم مرة تانية، وحابب ان انا قبل ما اتكلم على التمرد الذاتي، حابب ان انا اتكلم عن تجربتي انا الشخصية عن التمرد مع نفسي، وابتدت ازاي. ما حاولتش ان هي تكون تجربة بتنم عن سردية، يعني نقدر نقول افكار او سردية مواقف ممكن تكون من وجهة النظر للناس ان هي شيء نظري. لما نيجي نطبقه على ارض الواقع بيختلف، وصعب ان احنا نطبقه. لذلك لما بتكون ان انت بتبدا بتطوير مع نفسك وعايز تتغير فعلا بجد، بيجي لك ناس كتير جدا وبتقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، القرف اللي انت بتقوله بيحبطك. وطول ما انت بتسمع للناس، مش كلهم بيكونوا صح وكلهم بيكونوا غلط. اللي بيكون صح هو اللي بيقولك ده غلط، بس بيديك طريق تاني تمشي فيه ممكن يناسبك ويكون صح. وعشان كده انك ما تسمعش الناس خالص ده غلط، وغلط كبير. واللي بيحاول انه يساعدك وينتقدك عشان خاطر ان انت تكون شخص ايجابي ويطور منك، ده اللي تسمع له بجد. وانا حابب ان انا في البداية لما قعدت 10 سنين، يعني 10 سنين ده مسافة كبيرة جدا، كنتش لاقي نفسي. كان نفسي ان انا اكون اعمل حاجة بحبها، وابتدت من الاسرة من عندي كانوا رافضين ان انا اشتغل في مجال الميديا والاعلام. وقعدت 10 سنين أعمل اللي هما بيحبوه، ما وصلتش. ولما قررت وبدأت، قلت العمر عمره ما كان عقبة إن أنا أكون أقف قدام حلمي وقدام الحاجة اللي أنا بحبها، قدرت إن أنا أبدأ. وكتير من الناس سخرت من الحاجة اللي أنا عايز أعملها حتى تشبع رغبتي. قدرت إن أنا أبدأ، لأن أنا مؤمن بمقولة، مش عارف هي يعني المقولة دي صحيحة ولا غلط، بس أنا مؤمن بيها جدا. بتقول حاول دايما بأي طريقة تحلي أيامك لتزعل على اللي راح من عمرك وبكرة قدامك. مفيش حلم بيكون حقيقة من ليلة والتانية. حاول على قد ما تقدر إنك تعافر مع الحلم بتاعك. وفي نهاية حلقتي النهاردة، واللي هتكون يعني دي البداية، حابب ان احنا نكون أسرة متمردة، نحاول نغير الواقع بتاعنا، نسمع كل نقد إيجابي. دايما انا خلوني قبل ما انهي البودكاست والحلقة الأولى، خليني اقول ان اي حاجة واي واحد ينتقدك انتقاد إيجابي، شكره، قول له شكرا، شكرا انك انت صحيت من جوايا النمرود اللي هيغير الواقع واللي هيغير الحاجة
اللي أنا رافضها. فخلونا أسرة متمردة واحدة بنغير الواقع بتاعنا، بنغير كل شيء إحنا رافضينه. فعشان كده أنا قررت إن إحنا نسمي البودكاست بتاعنا المتمرد، وأتمنى إن أنا أشوفكم في حلقة جديدة مع المتمرد.